مساء الخير بالجميع مستمعينا. للأمانة أنا جالسة أنتظر هذه المحطة بالتحديد من محطات حلقتنا لهذا اليوم لنتعرف على قصة امرأة عمانية، امرأة يعني ضحت بحياتها من أجل أولادها. أكيد هذا الموضوع مش جديد على الأمهات، ولكن اليوم إن شاء الله راح تكون في قصة استثنائية معنا عبر الأثير مباشرة معاكم مع الوالدة زيانة بنت ناصر الخروصية. المسيش بالنور والسرور أم خالد، كيف الحال؟ الله الحمد لله، مساك الله بالخير والنور، مساك الله بالسعادة ومساك الله بالنور، وإن شاء الله يا رب أيام مش أيام خير. آمين يا رب العالمين بإذن الله تعالى. الوالدة زيانة، خلينا كذا نتكلم عن قصة اليوم الوالدة زيانة من البداية، وأيضا تربيتك لأربعة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. والله أنا لما أتكلمي إيه تكلمي معاش. والله أنا يعني يوم زوجوني أهلي عمري 15 سنة. أيوة 15 سنة. أيوة هي 15 سنة، يعني ناقي 15 سنة 16 سنة عمري، وأنا جبت خالد. أيوة بعدين يعني حملت وربيت بطبيعي. أيوة. يعني لما يعني ولد يعني جيت في نفضة. أيوة عيونه ينتصبان، جسمه اكتشفناه من عمره 9 أيام. 9 أيام كلهم هي من عمرهم 9 أيام. يعني وظل إنه نفضت بجسترة. أيوة. وظل فيهم سنتين. ومن تتعدى السنتين تخفت النفضة، ولكن العيون لا يرقفن. أيوة. وهم يمارس الحياة يعني يحبيه ويطلع درجة وكل شيء. يعني ما إنه يعني ده عادي ويفهمهم، بس النطق. أيوة. عندهم شوي صعب. صعب النطق. أيوة. بعدين يعني يظلوا كذاك. بعدين من يبلغ سن الرشد الواحد منهم يعني تقيل كل حاله الصغر. أيوة. بعدين يعني بعد خلال 3 سنوات مرة حملت مرة بنت تلت ميمون اسمها. الله يحفظها يا رب. نفس الإعاقة، نفس الحركة، ما متغير أبدا شيء. أيوة. نفس بالضبط. يعني والنوبة يعني ما خبرت السنتين وتبدي تخف ذيك النفضة اللي بلغوا سن الرشد تعاودهم. بعدين مرة بعد جلست من ميموني علينا نجيب محمد بو بخير على 5 سنوات 6 سنوات يعني. أيوة. بعدين جاء هذا الطفل الحمد لله صاحي. طفل محمد. أيوة. اسمه محمد، عاد متزوج وعاد عنده أولاد. أيوة. اها. وفرحت يعني فرحه شديده ما تتخيلي، يوم بدا يمشي. ويعني واجد كل ام يعني تبغى ولدها صاحي. اكيد اكيد. بعدين مره بعد 3 سنوات مره حملت جبت مره ولد اسمه وليد. نوبي الحمد لله صاحي. ايوه بخير وعافيه ونفس اخوه. يعني ومره بعد يعني كما تقول الامراه بعد 3 سنوات تنجب. أيوة. بعدين مره 3 سنوات حملت باسم ناصر. ايوه مره نفس الشيء بمريض معاق. سبحان الله. هي نفس الطريقه تخوته. ونفس نوبه يعني من عمره 9 ايام نكتشفه. عيونه تلاقيهم جدا عيونهم والنفض نفس الطريقة. أيوة. جلست يعني أنا شوية متأثرة وصيح وكما تقولي يعني ذهب. أيوة. طير يعني حسي على يكون 3. أيوة. بعدين ناسيت الأمر وسويت أمري على الله وقلت أني هذه خيرة من عند الله سبحانه وتعالى ولازم أرضى بها. نعم. بعدين مرة بعد مرة 3 سنوات كل ما بينهم 3 سنوات قصر شوية يعني حملت مرة أبو اسمه أحمد. أيوة. نفس الطريقة مرة جماعة نفس الطريقة الضابط كان خبرتش نوبة نفضت. أيوة. نقوان عيونه ونفضة في جسمه. ونوبة يعني نفضل سنتين وتبدي تخف من دي مرة سن الرشد يبلغوا هذي ليه مرة ترجع لهم عاد بحبوا بلتوا. ايوه انا توني كنت قاعده اسالك هذا السؤال يعني ام خالد، يعني هل يعني رحتي الى احد المستشفيات تسالين عن حالتهم ايش السبب يا ترى؟ واجد يوم قبلهم
قبل يعني ما عندنا فكرة، أنا ما كنت أعرف يعني كانت تكون صغيرة بعني. أيوة. يوم أسألهم مالهم كذا قالوا واجدين مشي أولاد 7 سنين ولا 5 سنين والدنيا ماشية، لكن عادي يوم عادي عندنا جلسنا نوديهم مستشفى السلطاني ونعالجهم ونعالجهم مع 7 سنوات. أيوة. وحنا نراجع نراجع كل شهر كل شهر عادوا كلهم وعادة دارة سنين. أحمد وناصر عندنا واجد واجد قالوا هذه اللي عندهم عندهم مشكلة في المخ. أيوة. وعندهم عندهم اشتباكات في المخ وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. قلنا لهم يعني سيولهم عمليا أقولهم قال ذاك الدكتور يعني يعني كبير قال ما ما ينفع يقول ما في علاج معين ما في علاج ما في شيء يقول هذا. وبدأ ناصر بدأ شوية يمشي ويوقف ويمشي شوية مسافة رحت وأحمد شوية لكن أكثر ناصر. أيوة. حتى يلبس نعال ويمشي ويوصل شوية مسافة وعني. وقلت أنا الحمد لله من عمر 6 سنوات بدت مرة الحالة في عدنا نودي المستشفى وقالوا بس ماشي الأعصاب مرضهم مشكلة في الأعصاب. أيوة. واللي هم ما شاء الله فاهمين خاصة واسمه ناصر ما شاء الله عليه تبارك الرحمن يعني معتمدين عليه كلنا أبو البيت أي شيء يخرج من البيت باين شيء باين كل شيء هو مسؤول. طيب أكثر شيء يعني واجد يعني وما شاء الله عليه الله يحفظه يا رب يحفظه. بعدين سمعي مرة جبت مرة حملت مرة جبت بنت. أيوة. البنت الحمد لله بخير وعافية وكم أخوتها وليد محمد. أيوة. بعد مرة 2.5 حملت مرة وجبت مرة بنت مرة الحمد لله بخير يعني شوفي كل اثنين مستاليين مريضين كل اثنين. أيوة. مستاليين بخير وعافية سبحان الله. الله. طيب أم خالد يعني خلينا نتكلم عن يعني التربية يعني دائما ممكن يحتاج الموضوع يعني قوة أكبر أن ممكن يعني تربين أشخاص من ذوي الهمم مش شخص واحد 4 أشخاص تقريبا. أيوة هي 4 أشخاص والدتي نبعة أسرة نبعة. أيوة. الحمد لله رب العالمين على كل حال يقوين يا الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. دعا. طيب هل في صعوبات معينة كذا تواجهينها أم خالد من جهة شنتي؟ أنا شوية واجه صعوبات يوم أكون أحس يعني مريضة ما قادرة ولكن سبحان الله الله كريم الله كريم يا رب يساعدني الله. أيوة. بإذن الله تعالى. طيب أم خالد يعني خلينا نتكلم أيضا من جانب آخر يعني كيف يعني اللي هي المساعدات اللي ممكن انت اليوم تقدمينها لهم احيانا يمكن شوي يصعب انك اليوم تفهمينهم ولكن اكيد كأم دائما هي تكون مقربة دائما لعيالها آلية التواصل من بينكم كيف عادة تكون يعني عادية افهمهم واقول لهم حتى مثلا اي شيء اطرشهم اي شيء بايا ودي حال حد مثلا شيء هم فاهمين. ايوه هم بس مشكلتهم إعاقة المشي وشوية النطق صعب لكن هم ما شاء الله حتى أنا أفرشهم مثل باين يودي شيء البيران باين شيء من الدكان يروح يجيبوا لي هذا أحمد وناصر. أيوة. عادي لكن هذا ميمون البنت والولد هذا الميمونة شوية واجب صعب ما تقدر حتى تجي لي. أيوة. ما تقدر بس ننقل لي وهدي أنا وحدة أقل الله يشفيها حتى أحيانا يوم بيها حمى أحيانا أنا قلتها مع الغداء وأنا أكلها مرة ومرة مرة تقدر يعني شوية تشيل هيدها ولها وأحيانا لا أحيانا لا يوم تكون شوية مع مريضة حاسة ما تقدر تشوفيها ما تقدر صيح. أم خالد خليني أسألك يعني من جانب النفسي يعني هل في فترة من الفترات يعني حسيتي نفسك متحطمة من الداخل؟ ابدا هم ما يحطموني انا فخوره بهم بصراحه وما اقدر اعيش من دونهم الله يحفظهم يا رب ادعي لهم ان الله يمد اجلهم الله يشفيهم ويعافيهم اتمنى لهم واتمنى كل انسان مريض صحه والعافيه يا رب الله لا بلاهم امين يا رب العالمين. طيب ام خالد خلينا ايضا يعني نوجه كذا رساله لكل شخص لكل ام يعني من خلالك وايضا من خلال هذه التجربه العظيمه يا أقول أنا كل أم يعني تصبر وتقدر وإن شاء الله أجرها عند الله سبحانه وتعالى ما شوية كبير بإذن الله بإذن الله أقول يعني كل والدة لازم تتحمل أولادها تتحمل لازم يعني شوية كما تقولي إنه
يستوي يعني بين الأم وزها يوم يكون يعني عاندوها ولا شيء، وهم بالعكس يعني ما شاء الله عليهم يبقى كل شيء يريحوني فيه وكل شيء ينفذولي، لكني كما تقولي ما بيدهم حيلة، ما باليد حيلة فعلا. ولا يعني بصراحة الناصر وأحمد، وإذا أنا تأثرت بشيء مريض ولا شيء يعني بسرعة يقولوا لي ما روح المستشفي روح العيادة، ما ما ما, ما يخليوني بصراحة. الله يخليهم يا رب ويحفظهم ليش بإذن الله تعالى. ايوه حتى يعني حزنوا انه انا مريضة ولا هم يعني ذها فاقد يعني هم أنا عبارة يعني انا وياهم من يوم ذها ما غير يعني عايشين رباعة علاقة كبيرة. قوتهم زوجوا وطلعوا ولكن هم ظالين بيولنا انا وابوهم وهم. الله يخليكم لبعض بإذن الله تعالى. آمين يا رب. آمين يا رب. الوالدة يعني هل في كلمة ودش تقولينها اليوم عبر الأثير؟ أنا أقول أقول اللهم يعني ذها كل أم تتقبل وكل أم تصبر على ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأنا أدعي ربي إني عندي ذلك البنات بخير اللهم يتوظفن ويحسنن قوتي ويدعيون إن شاء الله ما محتاجين شيء يا رب بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى ورسالة إن شاء الله تكون واصلة بإذن الله تعالى. أم خالد أتمنى أن يتوظفين ومخلصات من الجامعة ويدورن يعني أعمال، ويا ريت أن الله يرزقهن الله تعالى في قلب الرحمة ويشتغلن. الله يرزقهن يا رب، ودعوات الأم دائما تكون مستجابة والله يشافي عيالك بإذن الله تعالى. عسى آمين. شكرا لك أم خالد لوجودك اليوم معنا عبر الأثير، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والله يشافيهم بإذن الله تعالى. عسى آمين يا رب العالمين. أحسنتي جزاك الله الخير ووفقكم الله جميعا يا رب. ألف شكر يا رب العالمين.